آه أزبطت؟ والله ما أنا عارف كيف بدها تزبط يا زيدان. صب قهوة لعمك، صب. على أمرك يا عمي. دفعت دم قلبي مشان أحط عطى رئيس بلدية، وهسع مش قادر يمشي لي معاملة ولا يسدن القروش اللي صرفتن عليه. تفضل يا عمي. وأنا نجحت رئيس بلدية غصب عن أهل تل الشومر كله. يا زيدان حرام عليك، ما أنا شرحت لك وضعي كله. علي الجيري يا أبو زياد، إنك أنت مش فاهم عن وضعك إشي. إيه زين اللي لحقت بفايز يتمسخر علي. فايز بيحكي صح يا عطا. وانت كمان يا زيدان عطا، انت جايبني هون عشان تتمسخر علي انت وابن اخوك. الالفين دينار يا عطا ما بيستاهل شغل اسبوع من بركة ايدك. شغل ايش وهماش، تعال على الدكان وشوف الدفتر وتشوف قديش الي على الناس دين وما حدا سادني. ولا بدك ايانا ابيع ارض عشان اسدك؟ انا ما بحكي عن الدكان يا عطا، بحكي عن البلدية. البلدية؟ ما انا قلت لك انه ناصر العواد. عطا افهمها يا عطا، افهمها. تفهمني؟ افهمك يا عطا، افهمك. في غيرك ينكش سنه بسنة زمان بخمس ستة آلاف دينار، افهم يا عطا. شو يا زيدان؟ بدك اياني؟ عطا، البلدية جمعة مشمشية، نهار ويعدي، وإذا ما لقط مشمش بموسمه وكليت عمرك ما تذوق المشمش ولا تشم ريحته. افهمها مثل ما بدك.